حياكم الله من جديد طارق النوفل الحزم 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 نشوف ترتيبه الحزم الثامن خذ بالك انه فريق صاعد ها اي وغاب كم فتره بعد يعني مش يعني فانه يرجع بهذه القوه ثامن الترتيب عنده تسع عنده ست نقاط ثم. ثمان نقاط نعم. مسجل ثمانيه اهداف وعليه تسعه عنده مناقص واحد لاعب مباراه لاعب ست مباريات فاز في اثنين تعادل في اثنين وخسران نفس الفتح تقريبا ومع ذلك للتو صاعد وقاعد يحقق النتائج هذه الايجابيه واعتقد انه الفتح كذلك بيصير بطريقه اهدى بكثير لأن في استقرار كبير الانقسامات الموجوده في الحزم ضعيفه جدا جدا لا يمكن ان لا يمكن ان نقول تاثر على اداره اداره الحزم الحاليه في خاصه الانتخابات شفنا الاكتساح الكبير اللي حصل عليه اخوي ابو فهد الاستاذ سلمان مالك ولا ننسى كذلك اللي هو الرمز الاول في نادي الحزم الاستاذ فهد المالك انا بقول كلمه حق في في هذا الرجل انه انه الحزم في أسوأ ظروفه تتحدث عنه هبوط صعود واقف مع النادي لم يتخلى عن هذا النادي اطلاقا مهما وصل المستوى لم يتخلى عن سواء هبوط او يعني حصل على على مراكز متقدمه في الدوري فهذا اللي يحتاجون نوعيه من الرجالات الانديه اللي يحتاجها بقيه الانديه اللي هو مثل الاستاذ فهد المالك اليوم